هلا عندنا بدنا نطلع على الشيء الثاني اللي هو شيء اسمه السينكرونس. ببساطة أنا ما راح أدخل بتفاصيل وراح أشرحه بعدين، بس عندنا في داخل الاندكشن موتور لو طلعنا في داخله هذا هون ستيتر، والستيتر هون في أسلاك ملفوف أو ممدود. والستيتر هذا راح يكون فيه 3 فيزز A, B, C، وفي هون أسلاك بتيجي سلك وسلك وسلك من هون، وبنشبك على هدول الأسلاك اللي موجودة هون. هاي الأسلاك اللي موجودة هون، ارفع ارفع راسك ما تنام. الأسلاك هاي اللي موجودة راح تسبب ماجنتيك فلوكس دنسيتي دي، وراح نرمز لها بالرمز بي ستيتر وبي روتر. فبي ستيتر هو الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي بتتكون في داخل هاي المشين. فلو جيت على اندكشن موتور، احنا بدنا نركز على الاندكشن موتور، وسحبت منه الروتر، ضل عندي ستيتر مبين هون، راح الاقي في داخل الستيتر هون في عندي ماجنتيك فلوكس دنسيتي مقدارها بي اس، وبتلف على سرعة معينة. يعني حتى قبل ما يبدا الماشين تلف في ماجنتيك، يعني لو جبنا بوصلة، ها لو جبنا بوصلة وحطيناها في داخل هذا المحرك، معيش بوصلة، كان معي بوصلة، اخذناها وحطيناها في داخل، اه هي هيك، لو جبنا الإبرة تبعت البوصلة حطيناها هون في داخل المحرك، هاي المحرك هيك كأنه اسطوانة، حطينا هاي البوصلة في الداخل، مش هاي البوصلة رح تتأثر ببين زي ما هي هلا بتتأثر بمين؟ عم تتأثر مجال المغناطيسي تبع الكرة الأرضية اللي بيبدأ من النورث للساوث باتجاهه، فهذا عماله بيعمل الاينمنت معه. ففي ماجنتيك فلكس دنسيتي بتقدر تقيسها على فكرة، لو جبنا احنا جهاز الآن حطيناه بالغرفة هاي بإمكاننا نقيس الماجنتيك فلكس دنسيتي تبعت الأرض، أوكي؟ لكن احنا قلنا هون مجال ماجنتيك فلكس دنسيتي أقوى بكثير. لو حطينا هاي البوصلة في داخل هذا، شو بصير فيها البوصلة؟ بنشوف بنشوفها بتلف على سرعة معينة. لما بحط 3 فيز هون A و B و C، لما بحط 3 فيز كيف رح نحكي عنه بعدين، فرح يتكون عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي بتلف، وبتلف على شيء اسمه السينكرونس سبيد، ان سينكرونس. فهاي لو اطلعت على البوصله، لو احنا فعلا قدرنا نعملها وحطينا البوصله في الداخل، راح نشوف البوصله بتلف على السينكرونس سبيد، والسينكرونس سبيد ان اس بتساوي 120 في الفريكونسي تبعت السبلاي. قديش الفريكونسي تبعت السبلاي؟ قديش الفريكونسي تبعت السبلاي عندنا؟ 50 هرتز. وعدد البولز عادة رح يكون عدد البولز بير فيز، يا إما P بتساوي 4 بولز بير فيز أو 2 بولز بير فيز، في بعض الأحيان بتكون 6. هدول البولز بيعتمدوا تكييف الأسلاك هدول مشكلة، هون رح ندرسها بعدين. فبصير عندي بالحالة هاي لو كان 4 بولز بير فيز رح يكون عندي 120 في 50 اللي هي الفريكونسي تبعت السبلاي اللي جاي من هون، هذا جاي هون AC 50 هرتز، هاي على 4 راح تعطيني 1500، والوحدة تبعتها هي RPM. هل الـ RPM SI unit؟ لا. ايش الـ SI unit تبعت الدوران، السرعة الدورانية؟ راد بير سكند. كيف بحول بين راد بير سكند و RPM؟ فلو بدنا نلاقي أوميجا سينكرونس، شايفين السب S هون سينكرونس، بدها تساوي 1500، حتى أحولها لـ RPS عايش بقسم هي ار بي ام، هلا ار بي اس بقسم على 60، عم بقسم على 60 سكند بير مينيت، وهي صارت عندي ريفولوشن بير سكند، بدي احولها لراديانز بير سكند. كيف بحول من ريفولوشن لراديان؟ بضرب في 2 باي، لانه كل 2 باي بتساوي لفه كامله، فبنضرب ب 2 باي، فبتطلع هذه تقريبا اظن 149، حد يتاكد من الموضوع. اذا لما بنقول سينكرونس سبيد في هذا المحرك، عن اي سرعه عم نحكي؟ مش سرعة الروتر اللي هذا، سرعة مين؟ ماجنتيك فلوكس دنسيتي. الروتر بلف على سرعة أقل بشوي، بداخل هذا نوصله بلون ثاني، بداخل هذا في محرك، في روتر. إيش يعني كلمة روتر؟ روتر إيش عماله بلف، ستيتر معناها إشي؟ ثابت. هذا ستيتر في بداخله روتر، والتنين بلفوا بالنسبة لبعض، بنحاول نخلي الإير جاب بينهم صغيرة جدا، رح نشوف ليش. هذا بلف على سرعة أقل، فهاي بنسميها N asynchronous، وال N asynchronous دائما اقل من ال N synchronous.
لان اي سينكرونس اللي هي بلف عليها هاي كانها ميكانيكال هاي ميكانيكال سبيد نعم 157 طلعت هون 157 راد بير سكند اذا هاي راح يلف عليها الماجنتيك فلكس والروت راح يلف على سرعه اقل منها بشوي كانها عم تسحبه فكانك تقدر تفكر فيه انه هذا الماجنتيك فلكس اللي موجود هون سحب الروتر معه بس سحبه بس ما بيشي بنفس السرعه بيشي بسرعه اقل شوي الفرق بين السرعتين هذول بنسميه سليب ايش سليب بالعربي بنقول واحد سليب تتزحلق مش هيك فهاي في ناس بسموها بترجموها بالعربي انزلاق هي الفرق ما بين السرعه هاي والسرعه هاي مقسومه السرعه ليش احنا بنقسم نرجع بنقسم على السرعه عشان نحول الرقم لرقم لريشو بين واحد وزيرو فبنقول السليب بيساوي ان سينك ماينس ان اي سينك على ان سينك وهذا الرقم بيكون مثلا تقريبا فرضا 2% مثلا فاذا كان 2% قديش السرعه اللي بلف عليها المحرك الروتر نقدر نطلعها من هون اذا كانت السليب بتساوي 2 على 100 بتساوي 1500 ناقص ان اي سينك انا ما بعرفها وهاي هون 1500 وهاي بامكاني اشيلها واحط 0.02 قديش تطلع ان اي سينك؟ 2 في 5 30 1470 اذا لو جينا اطلعنا على هذا المحرك وهو عماله بيعمل دريفلي للفول لود تبعه في داخله ما راح اقدر اشوف الماجنتيك فلكس دنسيتي مش هيك؟ بعد ما رجعت الروتر في داخله بشغل المحرك بيبدا مين يلف على سرعه 1500 ار بي ام؟ مين اللي بلف على سرعه 1500 ار بي ام؟ ماجنتيك فلكس دنسيتي عم بلف على سرعه مقدارها 1500 ار بي ام في طريقه مين قطع؟ قطع الروتر اللي موجود هون الروتر بدا يلف بالاخر الروتر على اي سرعه استقر؟ 1470 ار بي ام قديش الفرق بالسرعه بينهم بالار بي ام 30 ار بي ام ولما عملناها نورماليزيشن وقسمناها وجدنا انها 2 اوكي هذا واضح